فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقول إنه قد يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، استدل بقوله سبحانه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فهل ما يقولونه صحيح؟ يجتمع في المسلم طاعة ومعصية، يجتمع في طاعة ومعصية، ولا يقال كفر وإيمان إلا إن كان كفر أصغر. نعم كفر أصغر يحصل، أما كفر أكبر لا يمكن، لا يمكن أن يكون في مؤمن أبدا، إنما الكفر الأصغر يمكن. نعم.